اوكي، بعد النجاح الساحق اللي حققه الفيديو اللي فات اللي ما شافوش غير انا واتنين اصحابي وتقريبا بواب العمارة، قررت ان انا اعمل فيديو تاني لرسم بالجرافايت برضو عشان التكنيك او الطريقة اللي انا برسم بيها، التولز برضو عشان لو حد مهتم يعني فحم نباتي العادي ده اللي هو وقلم تسريح قلم كونتي تو بي ستيكر اللي هي القلم دي بس مينلي يعني و فرشة زي فرش الميك اب أو أي حاجة يعني. في الفيديو أنا ببتدي الأول بفرد الفحم على الورقة، ويستحسن تكون التكستشر بتاع الورقة ناعم عشان إلا لو أنت عايز تعمل تكستشر خشن أو هترسم حاجة رف سيرفس رف أو حاجة فتمام الورقة تبقى كانسون اللي هو الخشن ده، غير كده يفضل ان هو يكون ناعم يعني. تحط الفحم تفرش بالفرشة، بعدين بتبتدي ترسم، تدي الهايلايتس، ترسم الشيدنج بتاعك طبعا بعد ما بتحط الاوتلاينز. ما تيجوا نشوف.